أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: جاء عن شيخ الإسلام ابن تيمية أنه قال أن من دعا صفة من صفات الله فإنه كفر، وأريد زيادة التوضيح لهذا الأمر، وما هو الدليل على هذه المسألة؟ وهل من ذلك أن يقول الإنسان يا سبحان الله؟ هذا واضح، كلام الشيخ واضح، لأن من دعا الصفة فإنه يلزم من ذلك أنه يرى أن الصفة غير الله، أن الصفة شيء زائد على الله جل وعلا، فيكون هذا الشرك. الصفة صفات الله جل وعلا تابعة لذاته، فالذي يدعى هو الله جل وعلا ويتوسل إليه بصفاته، فيقال يا أرحم الراحمين ارحمني، يا جواد تفضل علي وجد علي بفضلك وإحسانك، يا تواب تب علي، فالذي يدعى هو الله جل وعلا. فإذا دعا الصفة هذا دليل على أنه يرى أن الصفة غير الموصوف، كأنها شخص آخر، فلا يجوز هذا العمل، بل يدعى الله جل وعلا ويتوسل إليه بصفاته. نعم نعم. ويسأل هل من ذلك أيضا قول يا سبحان الله؟ يا سبحان الله من باب التعجب، من باب التعجب، ليس من هذا الباب. وسبحان الله ليس صفة، إنما هو تنزيه لله عز وجل، هذا من كلام الناس يقولون سبحان الله، هذا ذكر، هذا من باب الذكر وتنزيه الله عز وجل، وهو من عمل المخلوق ومن كلام المخلوق إذا قال يا سبحان الله، وهو من باب التعجب وليس هو مثل دعاء الصفة. نعم.